وإن كانوا فيهم موجودين معنا سابقاً، اللي صار له 14 سنة واللي صار له 12 سنة واللي صار له سنتين، لكن نضافوا إلى لائحة الموظفين الدائمين في مديرية مجال نينوى. إحنا ما نقبل نكون موظفين عاديين. أتمنى من جنابكم تطلعون من فكرة أنه أنت عقد، الآن أنت بديت مرحلة جديدة، بداية جديدة، يجب أنه تطور من نفسك، تطور من ذاتك. تم اليوم عقد اجتماع مع كوادر العقود الذين كانوا مشمولين بالقرار 315، وتم تثبيتهم على الملاك الدائم مؤخرا وفق قرار مجلس الوزراء الموقر. وحقيقة كان الاجتماع اليوم هو اجتماع ترحيبي أولا وتحفيزي ثانيا وتوجيهي ثالثا، لغرض شرح مهام مديرية مجاري نينوى ولهذا الكادر الذي أصبح الآن ضمن قوائم كوادر مديرية مجاري نينوى على الملاك الدائم، ولغرض تحفيزهم على العمل بشكل مختلف عما كانوا عليه سابقا كعقود. نعمل كفريق واحد بروح الإبداع والتميز. مديرية مجاري نينوى تختلف عن السابق، اليوم نفس المديرية يجب أن تكون ضمن الدوائر الأولى على محافظة نينوى وعلى مستوى العراق أيضا. مديرية مجاري نينوى أنجزت الكثير من الأعمال خلال الفترة المصرمة وعالجنا الكثير من الفيضانات على أرض الواقع، عملنا في الواقع يتحدث أكثر من الكلام. وتم أيضا عقد اجتماع مع مدراء الأقسام في المديرية لغرض مناقشة خطة عام 2023 ورؤية المديرية لعام 2025 أيضا، ونعمل كفريق واحد لغرض إنجاز خطة المديرية خلال هذه السنة بحسب ما مخطط له وحسب ما عدت له المديرية في العام الماضي.